السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا في يوميات وصفات ماما. النهارده هعمل معاكم اكله مصريه جدا وجميله جدا في نفس الوقت، وهي كباب حله. اكله كده باستخدام اللحمه والبصل، بس مكوناتها مش كتير وبتتعمل في الحله مع بعض مره واحده. معانا هنا في المقادير، ده كيلو لحمه كندوز، ممكن تستخدمي ضاني او كندوز، لحمه بعظم، لحمه من غير عظم، اللي موجود عندي. كندوز ده يعني اللي هي لحمه العجل، واربع او خمس بصلات كبار متقطعين شرايح كده، شرايح كده رقيقه، يعني بقسم البصل على نصين وكل نص اقطعه شرايح كده بعرض النص على طول بتاع البصل. ومعايا زيت نباتي ومعلقه كبيره زبده، وده قرن فلفل حامي متقطع حلقات صغيرة كده، اللي ما بيحبش الحاجة حراقة ممكن يقطع فلفلاية رومي خضرة واحدة. ومعايا هنا بالنسبة للتوابل الصحيحة ورق لوري، وهنا 3 فصوص أو 4 حبهان، كسراهم كده عشان يعني ريحتهم وطعمهم تخرج منهم أثناء الطبخ، وكم فص كده مستكة صغيرين. وبعدين هنبدأ دلوقتي في عمايلها. وعلى فكرة دي أكلة يعني كل واحدة مننا بتعملها بطريقة يعني مختلفة، وكل الطرق صح، كل واحدة فينا بتغير في التوابل، بتغير في الطريقة اللي بتتعمل بيها الأكلة نفسها. فأنا هوريها لكم النهاردة على طريقتي، ويا رب تعجبكم. دلوقتي أنا هنا في طاسة على النار مسخناها كويس، هضيف معلقة زيت نباتي الطريقه دي. اللي هعمله دلوقتي اني على نار عاليه هشوح اللحمه، قطع اللحمه كده هحطها تاخد وش من ناحيتين عشان اسد المسام بتاعتها. بسم الله، كده سخنت معايا. ولما بتوصل معايا للون ده كده من الاتجاه اللي تحت، انها خدت لون كده وبقت ذهبيه كده وجميله، فبقلب كل اللي في الطاسه، وده مش الكميه كلها، وبخرجهم وبحط كميه تاني، ما بحطش كل مره واحده عشان ما ينزلوش ميتهم. وبعد كده اما اخلص الكميه كلها احطها في طبق جانبي على جنب كده بره الطاسه خالص، نشوف هنعمل ايه تاني. ودلوقتي طلعت اللحمه بالطريقه دي من الطاسه بعد ما خدت وش كده من الجهات كلها، وما استويتش كده ولا اي حاجه، هو بس مديها تشويحه بسيطه عشان يحفظ العصاره بتاعتها جوه وتبقى طريه معانا في السوا. وهنا على نفس الطاسه اللي شوحت فيها اللحمه حطيت معلقه الزبده اللي معانا، وحطيت المستكه عشان تسيح في الزبده، او سمنه ممكن برضو، معلقه سمنه بلدي، هي صراحه مش باينه بس ريحتها طلعت اهي عشان هي لون الطاسه وكده، فهي ما بتسيحش المستكة الا في مادة دهنية، فحطيتها مع الزبدة تسيح وتطلع ريحتها. وبعد كده هضيف البصل كله، هو البصل كتير شوية، هي الأكلة دي بتعتمد على اللحمة والبصل بس، حتى ممكن نسميها لحمة بالبصل، اسمها لحمة بالبصل او كباب حلة، لانها بتستوي كله في الحلة زي ما قلت مرة واحدة. بس انا بقى صراحة بسويها في طاسة مش في حلة، بحب اشتغل في الطاسة اكتر اكتر. كده على الملح بضيف، اقصد على البصل بضيف شويه ملح عشان يدبل معانا، شويه ملح بسيطه كده ما نكترش عشان لسه مش هنملح دلوقتي، ورشه فلفل اسود برضو، دول بيخلوه يدبل البصل معانا ويبقى حلو، وهو كميته كبيره شويه بس هيدوب دلوقتي وبيهبط خالص، يبقى كميته اقل من كده بكتير. نقلب فيه كده لغاية ما يدبل معانا خالص وياخد اللون الذهبي كده بسيط.
دلوقتي البصل معانا دبل شويه، بدأ لونه يتغير، بس لسه انا مش هضيف له اللحمه في المرحله دي، برضو هضيف له دلوقتي قرن الفلفل الحامي اللي قلنا عليه وورق اللوري والحبهان، وبنستمر في التقليب برضو. على فكره العين هنا على حراره منخفضه مش عاليه زي ما كنا معلقين اثناء ما بنعمل اللحمه، تسويه البصل ده على حراره منخفضه عشان لونه يبقى حلو معانا ويفضل طري، ما يتحرقش ويحمر وياخد لون بسرعه ويبقى لونه مش حلو كده وناشف كده، بدا يدبل ويطرى معانا وبيبقى لونه ومرن كده وطري وجميل. فالموضوع ده عايز نار هاديه، انا لسه استنى شويه اما ياخد لون كمان. ودلوقتي البصل وصل معانا للون الحلو ده، كفايه كده هنضيف له بقى اللحمه دلوقتي، وطري زي ما هو ولا نشف ولا احمر جامد، وبقلبه باستمرار كده من فوق لتحت عشان ياخد لون متساوي، يعني كله يبقى لونه واحد، مفيش حبه محروقين عن حبه تانيين. وكده بقى هبدا اضيف اللحمه اللي حمرناها وكنا سايبينها على جنب تاني، الطريقه دي اضيف قطع اللحمه تاني على البصل. وكده ضفت قطع اللحمه تاني، حطيتهم في الطاسه تاني. دلوقتي برش رشه فلفل اسود كمان على اللحمه كده، وحوالي نص معلقه كوبيبه صيني، كوبيبه صيني مطحونه، او اللي ما عندهاش كوبيبه صيني تحط بهارات، اي نوع بهارات مشكله عندك تحطي منه شويه على اللحمه كده مش مشكله، تدي طعم حلو برضو. وبنقلب كده نخلط اللحمه بالبصل بقى بالتوابل ديت، وبعدين كده قلبتها مع البصل، معايا براد الميه اللي بتغلي زي ما اتفقنا قبل كده، معايا هضيف بقى على اللحمه، هي مش هتتسلق ولا اي حاجه، بنحط جزء صغير كده من الميه، بسم الله، على جنب كده زي كده حبه صغيرين كده، وبنغطي بقى على اللحمه بالبصل كده مع بعض، نغطي عليهم ونوطي برضو يبقى النار مش عاليه خالص واطيه، ونسيبها كده، وبين كل حين والتاني نيجي نقلب ونشوف لو المايه نشفت نزود شويه ميه صغيرين كده زي ما انا عملت، ما نعومهاش ميه ولا نملى الطاسه ميه او الحله ميه اللي شغالين فيها، جزء صغير كده تحت تستوي بيه، يعمل لنا بخار وتستوي بيه اللحمه، كل شويه نشوف الموضوع ده لغايه ما تستوي خالص، ويعني تبقى استوت خالص بقى وجاهزه يعني للتقديم. وكده هشوف اللحمه بقى استوت واخبارها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مغطيها في فتره السوا دي متغطيه لازم عشان البخار يكتم فيها وتستوي كويس. دلوقتي لونها بقى جميل اهو، والصوص تقل ولون البصل كده غمق، وهي خدت من لون البصل والبصل خد من لونها، وكل حاجة كده استوت. وبعدين زي ما قلت لكم طول فترة السوا جنب البراد، كل ما يبرد اغلي المية تاني وازود جزء بجزء صغير من المية عشان تستوي فيه، ونخلي بالنا لحسن تنشف ولا تتلسع مننا ولا اي حاجة. كده بعد ما استوت بقى نبدأ نملحها كلها، نحط لها الملح بتاعها اللي بتحتاجه كله حوالي معلقة صغيرة، وندوق برضو على حسب الطعم اللي بتحبوه في الملح. وبعدين كده بعد ما ضفت الملح وقلبتها كويس، معايا هنا بطاطاية كده كبيرة ما قطعتها صوابع يعني سميكة شوية، وحمرتها وطلعتها على ورق كده يمتص الزيت، بضيفها في اخر مرحلة مع اللحمة. وضفت البطاطس اللي عندي كله، ما بطاطاية كبيرة او بطاطايتين متوسطين يتقطعوا صوابع يعني سميكة شوية عشان ما يطيروش، وبحمرهم وبضيفهم مع اللحمة بالطريقة دي، وبقلبهم كده جوه اللحمة واسيبهم 5 دقايق مع اللحمة ياخدوا كده من صوص اللحمة من طعمها، بيبقى طعمهم جميل كده بطعم البصلة واللحمة كله، واغطي عليها 5 دقايق تاني وبعدين اقدمها. وقبل التقديم بقى نشوف كده في الاخر مثلا الصوص سمكته وقوامه زي ما انتوا تحبوا، يعني انا عندي كده اهو الصوص كده، ويعني مش كتير، مش سائل كده كتير حوالين اللحمة او حاجة، عايزينه اكتر من كده او يتخفف اكتر من كده، نزود شوية مية مغلية وندوق الملح والطعم، نظبط في الاخر قبل التقديم، عايزينه كده بس متماسك مش كتير قوي حوالين اللحمة ولا حاجة.
يبقى بكتفي بالقدر ده من السائل وبقدم على كده يعني حسب الرغبة، لا يزيد شوية مية كمان، لا اما يتقدم على كده زي ما تحب. وده شكل كباب الحلة بتاعنا بعد ما غرفناه، استوى كويس، والصوص بتاعه بالبصل بالبطاطس بياخد طعم اللحمة، والبصل بيبقى طعمه جميل جدا. وعلى فكرة برضو بيتقدم مع رز أبيض أو بشعرية بقى حسب الرغبة. هي معظم أكلاتنا يعني المصرية الجميلة بتتقدم مع رز أو بالعيش، بتتغمس يعني بالعيش اللحمة كده بالبطاطس زي ما تحبوا، وبقدمه بالطريقة دي. ويا رب يكون عجبكم النهاردة طريقتي في عمل كباب الحلة. زي ما قلت لكم ليها طرق كتير بس كلهم حلوين وكلهم صح. انا حبيت اشارككم طريقتي النهاردة، ويا رب تعملوها وتعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.